السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش انكم تيليشارجيو لابليكاسيون ديال ميكسلر اللي هو بروغرام اللي كنخدموا به حنا الراديو ديالنا اللي هو زيلي سيتي لايف. بالنسبه للناس حيت كاين بزاف ديال الناس انهم كيدخلوا بار ويب وما كيخدم لهم شي. اليوم غادي نوريكم كيفاش غادي تدخلوا البروغرام للتليفون ديالكم وديروا لنا فولو باش انكم تبقاو متتبعين ديالنا دائما وتكونوا مشاركين ديالنا في الراديو. المهم اول حاجه بالنسبه للناس اللي عندهم الايفون عندهم ابل ستور، وبالنسبه للناس اللي عندهم اندرويد راه بحال عندهم بلاي ستور. المهم كندخلوا لابل ستور كنديروا الريسيرش، في الريسيرش كنكتبوا ميكسلر كيطلع لنا ميكسلر سوسيال لايف اوديو كنبركو فيه كيعطينا هاد البروغرام كنديليشارجيوه. بالنسبه للبروغرام راه فيه 5 ميجا يعني راه ما كيديش واحد الحجم اللي كبير، وحسب بالنسبه للبث ديالو ملي كنكونوا حنا كنديروا البث ديال الراديو راه ما كيديش الكونيكسيون واحد يعني كيدي واحد النسبه ضعيفه بزاف يعني كثرت من الفيسبوك، انه مثلا ساعه ديال المدار يقدر تكون فيها 2 ديال الميجا ديال الكونيكسيون، يعني راه ضعيف بزاف يعني بالنسبه للمستمعين. واخا تدخلوا تسمعوا له راه ما كيديش كونيكسيون بزاف. ها هو دخل كنديروا اوفرير اوكي. بالنسبه للميكسلر كيخاول لنا اننا ندخلوا له نيشان من الفيسبوك بلا ما ديروا كونت فيه نيشان، يمكن لكم تدخلوا نيشان من الفيسبوك او عبر الايميل اذا بغيتوا تعدلوه. اوكي كونتيني هو تفتح لنا البروغرام. بالنسبة ديال كيف ما قلت لكم حنا دوزنا بار فيسبوك، ها هو كيتفتح لي انني هنايا هي يوسف مهني السمية ديال اللي كاينة في الفيسبوك. كيتفتح لي انني نفتح كونت في ميكسلر بالسمية ديالي. حنا اللي بغينا نوصلو لكم هو كترجعو كديرو ليسنت كيتفتحكم هاد الباج كديرو ريسيرش كتكتبوا في الريسيرش زيليس سيتي لايف كطلع لكم لاشين ديالنا كتبركوا فيها اوتوماتيكمون يفتح لكم الشين ديالنا اللي كاين في ميكسلر. كديروا هنا كتكون عندكم بحال هكا كديروا فولو اوتوماتيكمون كديروا فولو كتوليو نتوما متتبعين ديالنا، يعني اي حاجه حنا كنحطوها سواء ايفنت او اي حاجه كيطلع لكم ميساج في التليفون اوتوماتيكمون كيقول لك راه زيلي سيتي راه بدات البث ديالها اولا راه عندها ايفنت في الساعه الفلانيه غادي يكون عندها البث. ملي غادي مثلا يكون عندنا البث هنا في هاد اوف اير كيكون عندنا بلاي و يا اما بلاي اولا غادي تفتح لك اوتوماتيكمون البث ديالنا اذا كنا دايرين البث غادي تفتح لك ديريكت. المهم نتوما اللي عليكم انكم تيليشارجيو هذا البروغرام وتدخلوه لعندكم، ونتمنى ان الفيديو يكون مبسط وتكونوا فهمتوا شنو بغينا نوصلو لكم، واللي ما فهمش شي حاجه يخلي لنا ميساج في لاباج ديالنا اللي هي زيلي سيتي لايف عبر الفيسبوك، واللي ما فهمش شي حاجه ديك الساعه نعاود الشرح ديالها. وشكرا.